أستاذ رضا، نقدر نعتبرها نحلة لكنها نحلة شوية شريرة وسامة، هي تجربة كورونا اللي مريتوا بها السنة هاي. شلون كانت هاي التجربة؟ بصراحة مو بس وياي، يعني تجربة ساري بكل الأمة العربية وكل الإسلام وكل الناس، يعني العالم وياك. كانت قاسية أنها أصابت أهلك، صحيح؟ أي أنا ذاك موقف أبد ما أنسى. يعني أنا شوف ساري، عندي والدتي خط أحمر، الله يحفظها. يعني هسه صورت تدق عليها بالتليفون يطلع لك ام الحين يا حي امي، يعني يا اغلى من روحي والنفس مالي، الله يحفظها. زين انت بأي بلحظه تخابر، اقول لهم اريد امي، يقولوا لي والله شويه نايمه وكذا. زين اوكي نايمه، براها تخابر نايمه، بعدين اكتشف امي بيها كورونا. ساري شو احكي لك، يعني مو ما يعني كورونا، واخويا اللي هو احمد واخويا هو اللي هي قاعده وياه، يعني بصراحه اخويا هبي كورونا. يعني من خابرته قلت له انا اذا كنت قوي حتى يعني لا يخلوك توصل لها ولا يخلوك هذا، بس الله يعني الحمد لله والشكر، يعني من شافها وهي مرض كبيره وخفت عليها كلش. يعني هذاك موقف ما انساه طول عمري. يعني وين كنت انت بوقتها؟ انا ناب بغداد. يعني بس ما تقدر تروح لها؟ ما اقدر اروح لها لانه هي بعيده عني. سمع صوتها خابرتها؟ ها ما تحكي وياي، اقول لك تحكي. يعني اخي شيء وصلت مرحله قاموا يفتحوا لي الكاميرا اشوفها نايمه وابكي، يا بخلي اروح، ما يقولون لا تجي، يقول انت راح يعني اذا تجي تنعدي وشون تجي. يعني ذاك موقف ابد ما انساه يعني طول عمري. يعني الحمد لله والشكر هي الله، يعني قلت لك لا ليلة نامة ولا هذا، و24 ساعة بس ابكي عليها واخابر شلونك شلون ما اخي شيء. يعني من حكيت وياي يعني عبالك حكيت وياي الدنيا كلها، والله العظيم ذاك ابد ما انساه الموقف.